سواء عاصمه من ناحيه شو اسمه النظافه وكذا. المهم احنا عندنا مسؤوليه حضاريه، ممكن اني مسؤوليه وطنيه ما اقذف البطل بالكذا وبالشارع وغيرها، بس بنفس الوقت اكو لازم قوانين. ويدعو مواطنون السلطات كافه الى الاء جسور بغداد اولويه اكبر باعتبارها من اهم الشواهد في العاصمه ودليلا على نظافتها ومنافستها عالميا. من بغداد، سيف عبد الوهاب، الشرقية نيوز.